الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ تقول تمام إمر تقول الإسلام كون إتقول الزكاة كون النبي صلى الله عليه وسلم إن الزكاة لأن الزكاة لابد أن تؤخذ من أموال معينة. كبارك وانو نلا إني ما أكتقول زكاة كبار هذا زكاة أنكو بيت إمر ده يمبه هرتنابه بمقدار معين. كيما إمبرك الحبانك في زمن معين. إيه وقت حبانك. إلى طائفة معينة الأصناف الثمانية. دونك يتا ما يبيرك وبين نون فدجي حبانك. الزكاة تنقسم إلى قسمين فرض ونفل. معنى زكاة نون كيما فتشي بتشي ليه. زكاة فرليه كيما نافلة. الفرض تنقسم إلى قسمين. أن زكاة فرليه كيما فتشي بتشي ليه. الأول زكاة بدن هي زكاة الفطر. ما أرى نون إن بتشي فرليه ما ناكو زكاة لا بينقول بنونو دواني هن مدة. الثاني زكاة مال وهذه الأموال أربعة. ما أنا إيمون وفتشي زكاة فرليه دوم كو يلتينقول زكاة كجودي وندونو فتشي بتشي ناي. الذهب والفضة ما يقوم مقام الذهب والفضة ريال دولار نعم. ما أنا أرى نون إن بتشي ناي وني جونا كالسي كان يكون ناندي امور امور دولار يكون مور ناندي هاندي. نعم. الثاني الابل والبقر والغنم اذا كانت تذهب ترعى لا يشتري لها علف كل العام او اكثر العام لابد فيها من الزكاه. مانا ديمون دونكو دمي دمي وني دمي دي جيلو دي ناي دي كون ناندي امور ديدو حركه ديكو ونا دي اينه دي اندر هيتاند ولا نيامينا حركه بودي كو هيتاند هيتاند كو نيامينا. الثالث الخارج من الأرض سواء كان حبوب مثل القمح والشعير أو ثمار مثل التمر. يوم نقولك أننا هرما كويالت تكليدي كويالت تكليدي إمردة يبول يكونندي يمورو. الرابع عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء سوبر ماركت يبيع مثلا المواد الغذائية يبيع الأخشاب يبيع مواد البناء كل ما أعد للبيع والشراء فهو من عروض التجارة هذا هو القسم الرابع والله أعلم. Fetcher na yerne karamako wana yeyede imorde ko nyamete e ko nande mun karamas inna watu ko yeyete undo aray ko fetcher imorde fetcher na yerne ko waddi ittugol zakka e modum.